واحد بيقول لصاحبه المحشش: خلي عندك امل لبكره. قال له: لا يا عم خليها عندك انت، لابويا يقفشني. حمار راح فرح الاسد، فالاسد استغرب، قال: ايه ده، انا ما عزمتش حمير، ايه اللي جابك يا عم؟ قال له: لا، ما انا كنت اسد زيك، بس لما اتجوزت بقيت حمار. بيقول لمريض: عندك فيروس في الرئه. قال له: طب دور كده يمكن تلاقي نانسي في الكبد. سلحفة دخلت مطعم وطلبت رز، قام الجرسون شايلها ورميها بره. جات له بعد شهر وقالت له: طب ما تزقش بس. واحد محشش قبل ما يموت وصى عياله انهم يتبرعوا بكل اعضائه ما عدا المخ. سألوه قالوا له: ليه؟ قال لهم: عشان الذاكرة فيها صور عائلية. واحد قاعد يقرا في كتاب اسمه الرجل هو سيد المنزل، مراته معدية فشافته قالت له: مش هتبطل تقرا؟